مشاهدي الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مورا الحدث، والذي نخصصه اليوم للجهود التي يقوم بها الناشطون الحقوقيون من أجل تسليط الضوء على الانتهاكات المتواصلة التي يقوم بها البوليزاريو. يسعدنا كثيرا أن تكون معنا اليوم الأستاذة عائشة الدويهي، وهي رئيسة المرصد الدولي للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان، ستكون معنا من جنيف. أهلا وسهلا بك سيدتي معنا، كما نسعد باستضافة الأستاذ مولاي الحسن الناجي، وهو الكاتب العام للمركز الدولي للأبحاث حول تجنيد الأطفال من العيون. أهلا وسهلا بك معنا. أبدأ معك يا سيدة عائشة الدويهي، كان هناك تنظيم لندوة دولية تدخل في إطار الدورة 51 لمجلس الأمم، لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة. ما الذي ميز هذه الندوة؟ شكرا جزيلا للعزيزة جوهرة على الاستضافة أولا، ومساء الخير لكل مشاهدي ما وراء الحدث. الدورة كما قلتم هي تدخل في إطار أشغال الندوة تدخل في إطار أشغال الدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة على ما يسمى بالأحداث الهامشية أو الجانبية، من أجل يعني التعاطي والتفاعل مع برنامج هذه الدورة. وكان لنا فرصة أن نفتح المجال في هذا الاتجاه حول موضوع ذو أهمية قصوى يمس بالدرجة الأولى إحدى أسمى الحقوق، له هو الحق في الحياة. الحق في الحياة والذي يعتبر أنه للأسف داخل مخيمات تندوف تعرض للكثير من الانتهاكات، بل انتهاكات الجسيمة منذ نشأة المخيمات، واستمر مع تطورها وتغير حتى المرتكب لهذه الانتهاكات في إطار أو بالمس بالحق في الحياة لحتى الوقت الحاضر. الانتهاكات في الحق في الحياة ونتائجها من إعلامات تعسفية أو خارج نطاق القانون أو بإجراءات موجزة، تاريخ أسود وملف مثقل بالضحايا الذين غدروا وقتلوا عبر هذه الطريقة وعبر الإعدامات، وكانوا ضحية الإعدامات التعسفية داخل مخيمات تندوف. وكلنا نعرف ذلك الماضي الأليم الذي أيضا كان موضوع اعترافات لقيادة البوليساريو حول هذا الملف، بتواجد عديد من الضحايا عديدون، وليس فقط من المخيمات ولكن يحملون جنسيات أخرى، كانوا ضحية هذه الإعدام التعسفية من موريتانيين وإسبان وكوريين وفرنسيين أيضا، إلى جانب ضحايا أهالينا داخل مخيمات تندوف. ماضي أسود مثقل بهذه الانتهاكات ارتكبت في حقهم منذ نشأة مخيمات تندوف على التراب الجزائري، وتضاعفت تلك الفضاعات الإنسانية في حق ساكنة مخيمات تندوف وباقي الجنسيات التي ذكرتها سابقا مع يعني السنوات الثمانينيات. وأيضا استمر الوضع حتى هذه السنوات. خلال بالنسبة لمرصدنا تلقينا عديد من الملفات في هذا الإطار، تواتر العديد من الحالات منذ سنة 2014 حتى الآن، ملفات لأشخاص وملفات متكاملة بأسماء الضحايا وتوصيف كامل للواقعة والتاريخ والزمان والمكان ومرتكب هذه الانتهاكات، والتي للأسف أيضا اشتركت فيها عناصر الأمن الجزائري التي أصبحت تقوم بهذه الإعدامات بشكل تعسفي أو بإجراء أو بخارج نطاق القانون، إما رميا بالرصاص أو للأسف حتى حرقا حتى الموت، وهو ما شاهدناه من خلال عديد الحالات التي تكاثرت وتضاعف العدد الضحايا في هذا الإطار خلال السنتين الأخيرتين، وهو ما شكل موضوع مساءلة لعديد إجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التي بعثتها للبلد المضيف دولة الجزائر على أساس أنها هي المسؤول الوحيد والمتواجد
على ذلك النطاق الترابي، وشكل أيضا موضوع يعني تقرير الأمين العام للأمم المتحدة التقرير الماضي. يعني بالنسبة لهذا الموضوع هو كان من ذو أهمية كبرى من أن نسلط عليه الضوء، وخصوصا بعد سريان ما يسمى بميثاق الوئام الوطني الجزائري الذي منع كل ضحايا الانتهاكات الجسيمة بالماضي من فتح ملفات لمعرفة الحقيقة عما جرى. الآن أهالي وعائلات هؤلاء الضحايا هم محرومون من معرفة الحقيقة عما جرى، لم تنصف ذاكرتهم، وللأسف لم يعترف بهم حتى الآن على المستوى الدولي، وهذا ما نسعى إليه. على الأقل بعد أن كانوا ضحايا للإعدامات التعسفية، نحن نسعى جاهدا من أجل على الأقل فتح الملف، من أجل معرفة الحقيقة عما جرى، من أجل إنصاف ذكراهم، الاعتراف بهم على المستوى الدولي، ولكن أكيد من أجل عدم تكريس سياسة الإفلات من العقاب بالدرجة الأولى لمرتكبي تلك الانتهاكات. هذا وقام نشطاء حقوقيون وضحايا الانتهاكات المرتكبة من طرف البوليزاريو بمساءلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن حالات الاختفاء القسري والانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات الانفصالية. وقالت المعدلة محمد سالم الكوري اللاجئة الصحراوية التي استطاعت الهروب من مخيمة تندوف ورئيسة الجمعية الصحراوية لمحاربة الإفلات من العقاب في مخيمة تندوف، قالت خلال تدخلها في إطار الدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان إن البوليزاريو حولت المخيمات إلى سجن مفتوح تمارس فيه بصفة ممنهجة أبشع أنواع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. لنستمع لشهادتها. اسمي المعدل الكوري محمد سالم، عضو جمعية السيناكولو ورئيسة الجمعية الصحراوية لمحاربة الإفلات من العقاب بمخيمة تندوف، التي تناضل من أجل كشف مصير المئات من المختفيين الصحراويين داخل المعتقلات السرية التابعة للبوليساريو والدولة الجزائرية، التي صنفها التقرير الأخير لمجموعة العمل الأممية حول الاختفاء القسري في المرتبة الثالثة عالميا من حيث عدد الضحايا التي ترفض الكشف عن مصيرهم. وقد أدت سياسة الإفلات من العقاب التي تنهجها الدولة الجزائرية في تحدي لنداءات الآليات الأممية لحقوق الإنسان إلى حماية مجرمي قيادة البوليساريو وضباط جزائريين ضالعين في اختفاء وقتل ذوينا، وهو ما جعل يتمادون في هذه الممارسات التي لم ينجى منها الكبير ولا الصغير، كحالة والدي الذي اختطف وعذب تحت الموت ولا زلنا نجهل مكان دفنه، أو حالة الطفلة صفية التي اختطفت وعمرها 12 سنة هي ووالدها الذي قتل على يدي قيادي بوليزاريو بدم بارد، ثم احتجزت ابنته صفية في البادية وداوم على اغتصابها لمدة شهور قبل أن يقتلها هي الأخرى عندما ظهرت عليها علامات الحمل، وقام بدفنها في مكان مجهول. لذلك نطالب المجتمع الدولي والآليات الأممية المختصة مواصلة الضغط على الجزائر لفتح ملف المختفون الصحراويين قسريا فوق أراضيها وكشف مصيرهم. طيب الأستاذ مولاي الحسن ناجي، كيف نفهم هذا الانفلات من الرقابة الدولية؟ لا يمكن للمجتمع الدولي ولا للأمم المتحدة أن يتذرعا بعدم المعرفة، كيف نفهم هذا الصمت المطبق على هذه القضايا والشهادات؟ شكرا جزيلا. لابد أن أشير إلى أن خروقات حقوق الإنسان والجرائم التي ترتكب في حق الصحراويين في مخيمة تندوف لم تعد تحتاج إلى ندوات، لأن باعتبارها أنها أصبحت واضحة جدا للمنتظم الدولي، جلية كذلك للمراقبين الدولي بمختلف تخصصاتهم. يعني أن حقوق الإنسان في المخيمات في خطر كبير، جميع الحقوق في المخيم يمكن أن نقول عنها يتم اختراقها بشكل ممنهج، ولها الحق في الحركة، تنقل، حرية التعبير، حرية التجمع، الحق في الحركة كما قلت، بحيث أنهم لا يستطيعون التحرك إلا بإذن من السلطات الجزائرية وممثليها في الجماعات المسلحة الغير حكومية، ويمكن أن يتعرضوا للخطر والتضييق، قد يصلوا إلى في حالة الامتثال إلى الأوامر إلى القتل في بعض أنحاء المخيمات. بخصوص سؤالك، فعلا المتضررين
المنظم الدولي والمقررين الخاصين والإجراءات الخاصة وتقريبا المفوضية السامية لحقوق الإنسان على علم بهذه الخروقات. كنا في الأسبوع الماضي في لقاء خاص مع مسؤولي المفوضية السامية بجنيف حول هذه الخروقات، وكنا السنة الماضية كجمعية وكهيئة مستقلة لحقوق الإنسان في شمال أفريقيا بمعية بعض المنظمات كنا قد قمنا بوضع شكاية ورفعها إلى الإجراءات الخاصة التي قبلت من طرفنا تحت رقم 7/2020، وقد قام كل من المقررين المقرر الخاص بالمهاجرين، المقرر الخاص بالقتل خارج النطاق، المقرر الخاص بالمقرر الخاص كما قلت بالهجرة إلى بالتعذيب إلى إرسال رسالة إلى الدولة الجزائرية بصفتها المسؤولة عن ما يقع في مخيمات تندوف، وضرورة التحرك لوقف هذه الخروقات التي قد تصل إلى جرائم ضد الإنسان. إذن هناك حركية في مجلس حقوق الإنسان، حركية بمجموعة من الآليات الدولية بما فيها الإقليمية، بما فيها الاتحاد الأوروبي، بما فيها مجلس حقوق الإنسان، حول وضعية حقوق الإنسان في المخيمات التي من الفينة والأخرى تأتينا تقارير عن انتهاكات تخص كما قلت سابقا حرية التعبير، حرية التجمع السلمي، حرية تأسيس الجمعيات وما إلى ذلك من الخروقات، إضافة إلى حتى وضعية السجون التي تهدد الصحراوي في تندوف، هي وضعية باعتبارها وضعية سيئة، سجن الذهبية السيء السمعة، هو أحد السجون الضائع الذي ضاع صيتها في الجرائم التي يرتكبها الجلادين داخل هذه الجنود، قد ترقى إلى القتل وإخفاء الجسد. مظاهر الخروقات كذلك داخل المخيمات هو أن المنظمات المسلحة الغير نظامية تسعى إلى استعمال القوة المفرطة في المظاهرات التي أصبحت تكثر بسبب غياب العدالة، بسبب الميز العنصري، بسبب القبلية التي تمارسها بعض قيادات التنظيم يعني التنظيم المسلح غير نظامي غير فاعل غير حكومي. فالمواطنون في المخيمات يسعون الى الوصول الى المساعدات الدولية التي نعلم جيدا انها توجه الى الاسواق الافريقية بدل توزيعها. اذا باختصار هناك حركية كما قلت، هناك مجلس حقوق الإنسان على علم بهذه الخروقات، المفوضية كذلك، المنتظم الدولي، ننتظر ماذا سيفعله المنتظم الدولي. شكرا جزيلا. أستاذة عائشة دويهي، أريد أن أسلط الضوء على زاوية لا نتحدث عنها كثيرا والمتعلقة بالمجلس الصحراوي لحقوق الإنسان الذي أعلنت عنه البوليزاريو. نعرف أن معايير باريس لا تطبق تماما، ولكن هل هذا المجلس قام بالمحتاد بما يعني أنه جبر الضرر الفردي والجماعي؟ هل هناك حديث عن العدالة الانتقالية؟ هل له حضور معكم أنتم؟ للأسف سيدتي جوهرة، كنت أتمنى أن أجد جوابا إيجابيا في هذا الإطار، لأن المصالحة هي ضرورية جدا، فالكل يعرف أننا قد ننجح في إخماد كل حروق إلا الحروب الثقافية والمصالحة الذاتية والمصالحة الاجتماعية بين الأشخاص. للأسف تجربة العدالة الاجتماعية داخل المخيمات هي تجربة ناقصة فاترة باهتة، لم يكتب لها حتى أن تنجح من البداية. ماذا تعرفين السيدة عائشة دوهي عن هذا المجلس الصحراوي لحقوق الإنسان الذي أعلنته البوليزاريو؟ هل هو موجود فعلا؟ هل يشارك في نشاطات؟ هل يقوم بنشاط؟ هل هناك حقوقيون حقيقيون داخله ينشطون فيه؟
لقد طرحت الأسئلة السديدة فعلا، لأننا نتساءل حتى الآن أين هي القيمة المضافة لهذا المجلس. أظن أن تأسيس هذا المجلس جاء يعني مجرد واجهة من أجل إسكات بعض الأصوات، أو حتى من أجل يعني التواجد داخل دواليب بعض الديناميات، ولكن للأسف حقيقة العدالة الانتقالية بترت ولم يكتب لها النجاح من البداية، لأنها لم تؤسس على الأساس المتين وهو المصارحة قبل المصالحة. المصالحة حول انتهاكات الماضي، كانت هناك خرجات لبعض قيادات البوليزاريو حتى أنها لم تجرؤ على البوح بالحقيقة عما جرى. تنظيم البوليساري وقياداته قد اعترفوا في الماضي بالقيام بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وهذه هي كانت الخطوة الأولى، ولكنهم حتى الآن لم يقدموا ضمانات عدم التكرار، وبعد المعلومات عن تكرار العديد من الانتهاكات التي لا زلنا نشهدها الآن. يعني هذا الأمر المفقود لا يمكن أن تتأسس معه أي مصالحة كيفما كانت، ناهيك عن أن هذا المجلس لم ينظر في ملفات الضحايا تقدم شكليا، وهو حتى لن يجرؤ على فتح ملفات الماضي، لأن سياسة الإفلات من العقاب هي المكرسة داخل مخيمات تندوف. أكيد من خلال عديد الملفات والتي نذكر منها، وكما ذكرتم أن كانت هناك فظاعات إنسانية وكان عنوانها الأبرز هو التعذيب والاختطاف القسري والاعتقال التعسفي، وأيضا الاحتجاز والتعذيب داخل مراكز الاحتجاز، يعني المعاملة اللا إنسانية والعقوبة اللا إنسانية والمهينة أيضا، ولكن كل هذا لم يفتح له صفحة جديدة من أجل إيجاد مصالحة حقيقية للكشف أولا عن الحقيقة عما جرى، وأيضا القيام بجبر الضرر المادي والنفسي. لم نشهد هكذا تجربة داخل المخيمات، فالمجلس بقي واجهة ولن يجرؤ حتى على فتح الملفات، فهناك عائق كبير جدا. أكيد أن العائق الأول هو عدم قيام هذه المؤسسة بمهامها المنوطة إليها بالدرجة الأولى، ثانيا هو ذلك التمايز القبلي، وذلك التمايز بين حتى الفئات المجتمعية داخل المخيمات، فدائما نرى هناك الحظوة وفئة الحظوة والساكنة التي تدور في فلك القيادة لا يتعامل معها بنفس الإجراءات، وهناك الكيل بمكيالين، حيث دائما الساكنة والسواد الأعظم هي من ترزح تحت هذه الانتهاكات، بينما الباقي القليل أو الساكنة الحظوة تبقى بعيدة عن هكذا ممارسات. لذلك لا يمكن أن نتحدث عن عدالة انتقالية. يمكن أن أعطيكم مثلا بسيطا، فهناك بعض أبناء قيادي بارز داخل المخيمات تعرض عشوائيا لحملة اعتقال إبان التظاهرات سنة 2019، قامت القيامة لماذا؟ فقط قبض على هؤلاء الشباب الاثنين لأنهم ابني فلان، وقامت حتى القيادة باستدعاء وزير خاص داخل مخيمة تندوف من أجل مساءلته على هكذا حادثة، وهي لم تسائل نفسها عن عديد الضحايا التي وقعت تلك السنة، عن عديد التظاهرات والاختطافات التي وقعت في حق الصحفيين والمدونين وأيضا المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء بصفة عامة. يعني لا يمكن أن نتحدث عن مجلس صحراوي، فنحن لا نشاهده ولا نرى ملفات التي يعالجها، ولا نرى حتى عملية عدالة انتقالية يمكن الحديث عنها. طيب أستاذ الأحسن ناشي، أنت تبحث في موضوع شائك جدا، ملف حارق، موضوع على في الحقيقة أمام أنظار العالم وعلى طاولة الضمير الإنساني أولا، تجنيد الأطفال، إلى أين وصل هذا الموضوع؟ شكرا جزيلا. كما تعلمين يحظر تجنيد الأطفال واستخدامهم للعمل كجنود بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ووفق المعاهدات والأعراف يعرف بأنه جريمة حرب، جريمة حرب وفقا لمعاهدة روما المستكملة للمحكمة الجنائية الدولية، ويضيف الأمين العام كذلك كل سنة إلى قائمة العار
الذين سواء كانوا مجموعات المسلحة الغير حكومية التي تقوم بتجنيد الأطفال أو الدول التي تغض النظر على هذه الآفة. وفي هذا الصدد كما قلت تناولت تقارير موثقة عن حقوق الإنسان وتحقيقات إعلامية مؤخرا مسألة تجنيد الأطفال من طرف المنظمات المسلحة الغير حكومية في مخيمات تندوف، وبذلك أقصد هنا البوليساريو، حيث تقوم المنظمة بتجنيد الأطفال بالقوة في الجيش في سن مبكرة بتدريبهم وإعدادهم للمشاركة في النزاعات المسلحة المحتملة التي تشكل انتهاكا للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني يحظر كذلك مشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة بموجب الفقرة الثانية من المادة 77 من بروتوكول جنيف لعام 1977، المادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، البروتوكول اختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة لعام 2000 الذي يحظر مشاركة الأطفال في مواجهة هذه الحالة. هنا يأتي دورنا كمجتمع مدني، كمنظمات لأولا الترافع لدى مجلس حقوق الإنسان، ترافع لدى الآليات الإقليمية خصوصا بالذكر آلية حماية الطفل، اللجنة الإفريقية لحماية لرفاهية الطفل والشعوب، اللجنة كذلك بالنسبة للجنة الأممية التي تعنى تابعة للأمم المتحدة التي تعنى بالأطفال، كذلك مجلس حقوق الإنسان وكذلك المقررين. وقد كنا كما قلت لك في مداخلتي السابقة أن التقينا بالمفوضية السامية وقد تكلمنا عن مجموعة من الملاحظات بخصوص أولا تجنيد الأطفال في المناطق النزاع الذي يعتبر خطرا وآفة ويهدد السلم، خصوصا إذا اعتبرنا أن منطقة الساحل والصحراء تعج بالمنظمات غير المنظمات غير الحكومية، المنظمات المسلحة غير الحكومية في شمال نيجر، في شمال مالي، في جنوب الجزائر، في بوركينا فاسو، يعني هناك منظمات غير حكومية تعمل على بتجنيد الأطفال في المناطق النزاعات، وهو ضد القانون الدولي الإنساني وضد القانون الدولي وضد حتى الأعراف الدولية وضد كذلك ضد الآليات الدولية لحقوق الإنسان. إذن تكلمنا عن هذا الموضوع، تكلمنا على موضوع خروقات حقوق الإنسان، تكلمنا كذلك على تمثيلية من يمثل من بخصوص مسألة الصحراويين، يعني من لديه آلية ديمقراطية انتخابية في هذا الصدد، والذي أنتج يعني نخب في ديمقراطية، ومجال الحكم الشامل الدكتاتوري الذي لا يحترم حتى قوانين الديمقراطية البسيطة. شكرا. نتابع مشاهدينا شهادة صوفي ميشيا المحامية بهيئة بروكسل وملاحظة دولية في ملف إكديميسيك. جئت اليوم لأقدم شهادتي بخصوص إكديميزيك والتي وقعت من 26 من دجنبر 2017 إلى غاية 19 من يوليوز 2018، وقد حضرت تقريبا كل الجلسات. كنت مصدومة بما وقع، ورغم علمي من البداية أن الملف يحمل أبعادا سياسية، لكن بحكم تجربة المهنية فسنعتمد على مبادئ الحق العام، أما الدبلوماسية فستهتم بالجانب السياسي، وهذا ما قامت به الجهات القضائية المغربية. فرئيس الجلسة استند إلى مبادئ الحق العام وقام بالاستماع إلى المتهمين في هذه القضية، لكننا نسعى إلى جعلها ذات بعد سياسي. لا تنهى عن خلق وتأتي بمثله. أستاذة دويهي، إلى أين وصل هذا الملف إكديميزيك من الناحية الحقوقية؟ ما هي ردود الفعل التي استمعت إليها وأنت في جنيف؟ نعم، علاقة بموضوع هذه المداخلة للمحامية صوفي ميشاز التي كانت بالمناسبة مراقبة لأحداث
محاكمة كديميزيك. نعم. نريد فقط أحيلكم على السياق هذه المداخلة التي كانت ضمن ندوة أمس حول الإعدامات التعسفية، في سياق يتم فيه تسييس جميع الوقائع بما فيها هذه المحاكمة، وقد طلعنا من خلال تصريح المحامية سوشاز كيف أنه تم تسييس كبير لهذه القضية، حتى أن المحكمة التي حاولت النظر في صك الاتهام بصفة مباشرة كانت دائما هناك وقائع تحيل على هذا التسييس، بالإضافة إلى عدم وامتناع المتهمين حتى عن الدفاع عن أنفسهم. يعني هذا يحيلنا على طرح تساؤل كبير جدا حول مدى بحث المتهمين عن العدالة عن طريق المحكمة وليس عن طريق تسييس الملف. وقد كانت طرح هذا الملف كان مودج، لأن هناك أصبح واقع يسائلنا ككل، وخصوصا بعد الخرجات المتكررة والمتوالية مؤخرا وربما منذ المؤتمر الشعبي لقيادة البوليزاريو المؤتمر 15، حيث هناك يعني تم الإقرار بأن الوقت قد حان للتصعيد على جميع الجبهات، وكانت خرجات مماثلة لبعض القياديين الذين تحدثوا على أهمية القيام بأعمال بلطجة وأعمال عنف وأيضا تصدير هذه الأعمال إلى المناطق الجنوبية للمملكة. هناك الشيء أخطر من هذا هو خروج لبعض القياديين الذين تحدثوا عن أهمية تصدير حتى أعمال قتل خارج المخيم من أجل النضال والمقاومة و يعني لكسب القضية من وجهة نظرهم، وهذا ما لاحظناه لأن مخيم كديميزيك كان فقط يعني انصياع لهذه الأوامر، حيث للأسف راح ضحيته 11 فرد من أفراد القوات العمومية والوقاية المدنية، ونحن نرفض بشكل قاطع كمدافعين عن السلام الزج بالمدنيين والزج بالأشخاص كيفما كان وضعهم في هكذا أعمال قتل التي تندرج داخل أعمال الإعدامات التعسفية التي تم ترحيلها والقيام بها على مناطق تراب الأقاليم الجنوبية للمملكة. إذن نحن كمدافعين عن حقوق الإنسان، ونحن تابعنا وإحالة على سؤالكم تابعنا أطوار المحكمة، وكنا حريصين جدا على أن تتوفر شروط المحاكمة العادلة لهؤلاء المتهمين. كنا حريصون أيضا ومتفائلون بعد إحالة المحاكمة من محكمة عسكرية إلى محكمة مدنية لإعطاء الفرصة الحقيقية. للأسف المتهمون فوتوا هذه الفرصة، لأن تم تسييس كبير جدا لهذه القضية، وتم الوقت الثمين جدا الذي يمنح لأي متهم للتعبير عن مدى براءته كان يخصص لشعارات ولأحداث سياسية. فوتوا الفرصة للأسف، وضاعوا الفرصة من أجل الحديث عن دفاعهم وترافعهم، بينما بقيت القضية عالقة بين هكذا تسييس. وما نريد أن نخلص إليه بأن هكذا التجارب تحيلنا على وضع برامج وإجراءات استباقية لعدم تكرار هذه الحوادث التي هي أليمة أكيد، وجراحها لا تندمل بسرعة، والأكيد أن هناك الكثير الذين لا زالوا يعانون حتى الآن، الضحايا الحقيقيون، العائلات لا زالت تعاني الفقد لمن رحلوا بطريقة بشعة. إن هذا الوضع وهذه الخرجات لقيادي البوليزاريو يجب أن تأخذ محمل الجد، ففعلا هذه الخرجات وهذا التحريض وهذه المطالبة بترحيل أعمال القتل وخطاب الكراهية اللامتناهي هو أمر يجب يتطلب منا وقفة حقيقية لتشخيص هذا الوضع ومدى يعني جديته. طيب مقارنة مع الأفعال التي يمكن أن ترتكب في هذا الاتجاه. أستاذ الحسن ناجي، بالمقابل كيف هي وضعية حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية، ولنتحدث كذلك خاصة الحق في التعبير؟ بالنسبة للأقاليم الجنوبية فالمجال مفتوح للمنظمات
من أجل تسليط الضوء على حقوق الإنسان. هناك الزيارات التي قام بها المقررين الدوليين وكذلك المفوضية السامين في السنوات الماضية في سنة 2015-2017، هناك زيارة كذلك الاتحاد الأوروبي التي قام بها سنة 2019 وبداية 2020 لتسليط الضوء كما قلت على وضعية حقوق الإنسان، على الديمقراطية، على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. هناك تقارير في هذا المجال تؤكد على هنا أن المجال مفتوح، أن كل من المؤسسات الفاعلة، لا من مؤسسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان التي تقوم بدور الحماية وتعزيز حقوق الإنسان في الجهات الثلاث، لا وكذلك من خلال تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي كان قد هنأ في مرارا وتكرارا على الدور الذي يقوم به المجلس الوطني لحقوق الإنسان. هناك كذلك مؤسسة الوسيط التي تقوم بفض النزاعات بين الأفراد والدولة. هناك كذلك جمعيات مهاجرين خصوصا جنوب الصحراء التي تعمل بكل حرية، وهناك تأسيس كذلك الجمعيات الآن حتى التي هي في الطرف الآخر، أي تعتقد في مثلا في الاستقلال، لديها حرية في تأسيس جمعيتها. إذن المجال الحقوقي مجال يتطور يوم عن يوم. هناك لا زال هناك المزيد، هناك تحديات، لا زالت هناك تحديات كبيرة، ولكن في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان فالمنطقة تعرف انفراجا، هي منفتحة. هناك من الفينة والأخرى زيارات مختلفة، ولكن زيارات مختلفة لأصحاب المصلحة، سواء المنظمات، سواء السفارات، مبعوثي السفارات الذين يقومون من الفينة الأخرى لزيارة مبعوث سفارة الأمم المتحدة، فرنسا، بلجيكا، دول من أمريكا اللاتينية كذلك. يعني المجال مفتوح للتعبير أو لرفع أي انتهاكات قد تحصل على الميدان. نشير هنا إلى أن من سنة تقريبا 2010 والوضعية تعرف تطورا ملموسا في مجال حقوق الإنسان، ولكن كما قلت لك هناك تحديات، لا زالت هناك تحديات عالمية بما فيها أثار مثلا أثار جائحة كورونا على المواطنين، كذلك تحركهم أثناء الجائحة، هناك أثار كذلك على البطالة والتشغيل، هناك أثار كذلك سلبية في مجال التشغيل، ولكن أظن أن التحديات يستطيع أصحاب المصلحة، يستطيع يعني مسؤولون ويستطيع المجتمع المدني أن يتداركها، وأن تكون هناك مساحة للشغل، مساحة للتنمية، لأن الأساس أساس 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 حل قضية الصحراء وهو التنمية. والتنمية قد انطلقت من سنة 2015 من خلال خطاب الملك الذي ركز على أن المناطق الجنوبية ستكون مناطق من أجل استثمار، من أجل البناء في الإنسان الصحراوي، من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومن أهم شيء من أجل الأمن والسلام بالمنطقة. من جهة أخرى قال جيل بارنيو رئيس مجموعة الصداقة المغرب الاتحاد الأوروبي إن منظمات الحقوقية الدولية سجلت انتهاكات لحقوق الإنسان في مخيمات تلدوف، منها حرق صحراويين وهم أحياء وتعذيب آخرين حتى الموت. نعبر اليوم عن قلق المجتمع الأوروبي من الأوضاع الأمنية وتطوراتها في منطقة الساحل والصحراء. منظمات غير حكومية والولايات المتحدة قاموا مؤخرا بتسجيل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من طرف البوليساريو وعلى التراب الجزائري، وهذا بالنسبة لنا معلومة جديدة عن التواطؤ بين البوليساريو والجزائر. وقعت أمور فظيعة، لقد قاموا بحرق صحراويين وهم أحياء،
وشبان تم تعذيبهم حتى الموت من طرف البوليساريو فوق التراب الجزائري. دكتورة دويهي، ربما الخشية الأكبر لذوي الحقوق هي أن يطال الزمن، أن يطال النسيان ذاكرة هؤلاء. ما المطلوب اليوم من المجتمع الدولي لكي يأخذ هؤلاء حقهم، حتى حقهم في قول الصدق؟ نعم، فهذا السؤال كبير جدا، وهو أساس وجوهر ولب كل شيء، لأننا نحن أمام قضية إنسانية بالدرجة الأولى. ما ذكره السيد جيل بارنيو كبرنامجي سابق عن الاتحاد الأوروبي حول ما يتعرض له ساكنة مخيمات تندوف الذين لا يشكلون أي خطر على الأمن العام للمنطقة، هم أصبحوا يقتنصون بالرصاص أو يحرقون حتى الموت للأسف، فقط لأنهم ذهبوا للبحث عن لقمة العيش أو حاولوا الفرار والعودة إلى أرض الوطن. هي رسالات أيضا مباشرة لساكنة مخيمات تندوف حتى تبقى داخل أراضي المخيمات، وحتى لا تفكر أيضا في العودة إلى أرض الوطن. ساكنة مخيمات تندوف تحتاج بالدرجة الأولى التعاطف إنسانيا، والتعاطف إنسانيا يستوجب من كل المتدخلين والفاعلين والمانحين وحتى الآليات الأممية ذات الصلة أن تكون واعية بالخطر الممارس على ساكنة مخيمات تندوف. عندما دكتورة خديجة دويهي، عندما يعرف المتخصصون في علم النفس التعاطف لومباتي، يعرفون بأنك تضع نفسك في موقع الآخر، ولكن للأسف نحن نعبر فقط، تبقى هذه التحركات على أهميتها. أي نعم هي مهمة جدا، ولكن تبقى كلمات مكتوبة بحبر أسود على ورق أبيض مطوية منسية بين غلافات ملونة ربما، ولكن متى ستأخذ هذه الكلمات روحا، تبعث فيها روحا من أجيالات أن لا ننسى العذاب الذي عاشه هؤلاء وما زالت تعيشه الأمهات والأباء والإخوة، والوطن أول من يحزن لأبنائه. أكيد فعلا، فالوطن هو من يحزن لأبنائه، وهذا هو ما يحركنا بالدرجة الأولى، ذلك الانتماء وصلة الرحم والدم المشترك بيننا هو ما يحركنا. أصواتنا تصدح كل يوم بهكذا أمور لكشف النقاب عما يقع. أظن بأن هناك تجاوب، وتجاوب إيجابي يعطينا الكثير من التفاؤل. فهناك صحوة على مستوى الآليات القارية، وتحدث عن الاتحاد الأوروبي، فهناك تقارير أصبحت تصدر في هذا الاتجاه، وهذا شيء جيد. هناك أيضا تقارير عن الأمين العام الذي أصبح يتحدث عن الوضع هناك وعن قلقه إزاء ما يقع داخل المخيمات واستمرار الاحتجاجات، والحديث عن حالات الانتهاكات بما فيها حالة الشابين، وأيضا في تقاريره التي تعنى يعني الأعمال الانتقامية التي تطال المدافعين عن حقوق الإنسان بما فيها حالة الفاضل بريكا التي تم وضع حالته في تقرير الأمين العام للسنة الماضية حول الأعمال الانتقامية. هناك أيضا العديد من مراسلات الإجراء الخاص لمجلس حقوق الإنسان من مقرر خواص من أفريقيا عاملة ومن خبراء أيضا الذين راسلوا دولة الجزائر لإعطاء التوضيحات الكافية الشافية عما يقع داخل مخيمات تندوف حول وقائع معينة وإدعاءات معينة حول. نعم، هل هناك ردود رسمية من الجزائر؟ نعم، هناك دائما ردود، لأن انخراطها داخل مجلس حقوق الإنسان يفرض عليها الردود، ولكن للأسف نتفاجأ بأن الجزائر دائما غير متجاوبة وتعطي ردود خارج السياق. مثلا في حالة الشابين الذي احترق أعطت جوابا مفاده أنها لم تكن متواجدة بالمكان، يعني الردود تتشابه في هذا الإطار، تجاوب غير منطقي وغير شافي، ولكن
أعلى حتى يرقى إلى مستوى الجريمة التي تطلب شيئا من الانفستيغاسيون أو البحث أو التحقيق حول الواقعة. الجزائر رغم ذلك هي محاصرة الآن بعديد المراسلات، هناك عديد المراسلات المطروحة الآن، وهي محاصرة بتنديد حول تراجعها عن قبول الزيارة التي أعلنت عنها للمقر الخاص المعني بحرية التظاهر والتأسيس، الذي كان من المقرر أن يدخل دولة الجزائر في 12 من شتنبر. الزيارة علقت وليس حتى هناك إجابة رسمية حول هذا الإطار. كل ما نعرفه أن المقرر الخاص لا زال في مكانه، وتواجدنا معه وعقدنا معه لقاءات خلال هذه الدورة. إذن أظن بأن صمود الجزائر حول هذه المحاصرة الحقوقية وحول المساءلة حول عديد الوقائع ليس إلا مسألة وقت، لأن في السنة القادمة سوف يتم تتم عضويتها داخل مجلس حقوق الإنسان، مما تطلب منها انخراطا تاما واكبر في والتفاعل مع وقائع او مع الاليات الامميه والاجراءات الخاصه لمجلس حقوق الانسان. طيب استاذ ناجي، ما هي اولوياتكم في الفتره المقبله؟ انتم كحقوقيين تنشطون في هذا المجال، هل من تنسيقات، هل من لقاءات، هل من اصداء تصل من داخل المخيمات كذلك؟ ماذا عن بوادر حسن النيه، عن الزيارات العائليه، لان الامر يتعلق اولا بعائلات مشتته؟ شكرا على هذا السؤال المهم جدا. في الشهر الماضي كنا قد التقينا بمجموعة من أصحاب المصلحة بما في ذلك مبعوثي السفارات، وقد تحدثنا بحديث مستفيض حول عملية يعني إحياء مسألة الزيارات بين الشقين، بين الإخوة، بين الإخوة في الضفتين. لماذا لا يسأنف؟ كذلك تكلمنا على مسألة الشباب ودور الشباب والمرأة، وهنا ركزنا على المرأة والشباب في حل هذه المشكلة. بخصوص اشتغالنا، نحن نشتغل حاليا مع منظمات إقليمية دولية بخصوص ما يؤرقنا خصوصا في الساحل والصحراء، وحقيقة نتكلم هنا يعني بصدقية في هذا المجال، لأن مثلا كنا قد زرنا النيجر ومالي وبعض الدول الإفريقية حول الجماعات المسلحة، يعني حل النزاعات المسلحة في إفريقيا ضروري جدا، خصوصا في شمال إفريقيا، وخصوصا في النزاع في الجماعات المسلحة في شمال إفريقيا وفي جنوب الجزائر وفي شمال مالي، وفي يعني دورها أصبح دور خطير جدا في الساحل والصحراء، لأن هناك جماعات إرهابية تشتغل على ضعف الدول. وهنا أؤكد أن قوة المغرب من قوة الجزائر، وقوة الجزائر من قوة المغرب، وجبهة البوليساريو والمغرب لا بد من حل رابح كما أقول دائما، الطرفان يربحان، هذا يأتي عن طريق الحكم الذاتي، والحكم الذاتي يمكن أن يجمع الجميع وأن يندرج فيه الجميع، بما في ذلك جبهة البوليساريو، بما في ذلك الصحراويين في أوروبا، وبما في ذلك الصحراويين في العيون وفي بوجدور وفي السمارة وفي الداخلة. يعني هذا الحل الذي سيكون هو الرابح رابح، لأنه المنطقة لا تحتمل، منطقة شمال إفريقيا وغرب إفريقيا، الساحل والصحراء مهدد بأزمات كبيرة جدا، بأزمات إرهابية من طرف مجموعة من المنظمات مسلحة غير حكومية تشتغل. لاحظنا ما وقع في بوركينا فاسو، أصبحت الدولة فاشلة، تونس أصبحت كذلك دولة فاشلة، نيجر، مالي ومجموعة من الدول. هنا يأتي دور كل من المغرب والجزائر لمد اليد في اليد وحل هذه المشاكل الإقليمية، هي مشاكل إقليمية، وحلها لن يكون إلا في الرباط أو في الجزائر. هذه الدولتان يجب أن يكون إنصات بينهما، وأن
ضعف الدولتين هو سيكون انعكاس على الآخر. هنا يعني كمجتمع مدني نطلب من أن العيادة البيضاء بين الجهتين، لأن الحل كما قلت ليس في المنتظم الدولي. المنتظم الدولي يريد دائما أن يؤزم المشكلة وضحاياها كثيرون دائما. هنا أؤكد أن مسألة الحل عن طريق الحكم الذاتي كيفما كان نوعه يعني موسع، كيف سيجمع الجميع، سيجمع العائلات في الضفتين، عائلات تفرقت منذ 47 سنة بسبب الاستعمار، استعمار الدول الأوروبية. هذه هي نتيجة الاستعمار، ويجب أن يفهمها الجميع ويفهمها الطرفان الجزائر والمغرب. طيب اختم معك سيدة عائشة دويهي. الكثير من الابحاث والتقارير تتحدث عن علاقات بين البوليزاريو وجماعات مسلحة مما يشكل خطرا كبيرا على منطقة الساحل. هل جرى الحديث عن هذه النقطة في هذه الندوة التي شاركت فيها وفي هذه الندوات التي تميزت بمشاركة فاعلة لسياسيين وحقوقيين في الدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان تابع للأمم المتحدة؟ نعم السيدة جوهرة، فقد تم التطرق إلى هذه النقطة كنقطة أخيرة داخل الندوة، وكنقطة أيضا خلاصة لعديد الانشغالات التي تراودنا وتراود أكيد المنتظم الدولي وتراود حتى الفاعلين على المستوى الإقليمي. هناك تهديدات حقيقية لا ينكرها أي أحد، فنحن أمام تنظيم مارق متملص من كل رقابة دولية توفر له دولة الجزائر كل الحصانة بعيدا عن أعين الرقابة الدولية. هو يبطش في ساكنة مخيمة تندوف. كيف نتحدث عن هذا التنظيم بهذه التصرفات الرعناء، بهذه الخرجات المخيفة لقياديه حول يعني القيام بأعمال القتل والعنف والبلطجة؟ كيف يمكن أن نتصور موقفه وهو يتملص من اتفاقية وقف إطلاق النار، وهو يعود لحمل السلاح، وهو الذي ربى جيلا ضائعا رباه على خطاب الكراهية والعنف وعلى البروباغندا الحربية، هو الذي رحل آلاف الأطفال إلى دول أخرى من أجل تلقين التدارب العسكرية والعمل القصري إلى جانب الدراسة، هو من علق الدراسة للعديد من الأطفال داخل المخيمات وألحقهم بالأسلاك العسكرية، هو للأسف من تباهى بالأمس القريب حول وجود مشتل احتياطي من حملة أفكاره الذي دجنهم على الإيديولوجيا الميليشياتية وتمجيد الحرب والبروباغندا الحربية ويدفع بهم قدما في هذا الاتجاه. هو من صنع ونجح في صنع شباب ويافعين وأطفال تائهين يصبون إلى حمل السلاح. هو من أعد العدة لكي يقدم هؤلاء الشباب والأطفال واليافعين لغمة سائغة من أجل استقطابهم من طرف الجماعات المسلحة التي تتغذى على هكذا أمور. هم لغمة سائحة ليس فقط افتراضا، ونحن نفترض بأن ممكن أن يكونوا أن يتعرضوا للاستقطاب من طرف هذه الجماعات المسلحة التي تنشط بالمنطقة. فالواقع أحالنا على عديد الحالات هكذا، فحالة أبو الوليد الصحراوي الذي تم اغتياله منذ سنوات قليلة، وأكيد أن الكثير من الشباب قد تم استقطابهم حتى الآن، ولكن ليست هناك إحصاءات وافية. قام خلال الندوة الخبير الدولي في مجال الإرهاب السيد شيماخيل بالحديث عن عديد من الحالات وعن هذا الترابط المخيف جدا بين الدور الانفصالي لتنظيم البوليساريو والدور الإرهابي للجماعات المسلحة التي تنشط في المنطقة، مما يحيلنا على أفق مظلم مهدد للسلم والأمن الدوليين. شكرا جزيلا لك يا سيدة عائشة دويهي على كل ما تفضلت به. شكرا جزيلا كذلك لضيفنا الأستاذ مولاي الحسن الناجي على كل التوضيحات. شكرا لكم مشاهدين على المتابعة، نلتقي بخير بإذن الله.